البرنامج برعاية الخبير المالية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث المملكة، معي أنا راشد وزان، وإليكم أهم العناوين. المملكة تستهدف نمو الناتج المحلي 150% خلال 10 سنوات، ونمو الربع الثالث 6.8%. اعتماد ميثاق المنشآت العائلية لحل نزاعات الشركاء. حضور لافت للاستثمارات الأجنبية في السعودية، حيث حققت الاستثمارات الجديدة نمواً في المملكة بزيادة سنوية بلغت 20% للربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث وصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها 575 ترخيصاً جديداً في الربع الثاني من العام 2021، ليسجل بذلك مستوى مرتفعا جديدا للربع الثالث على التوالي بحسب ما أصدرته وزارة الاستثمار السعودية مؤخرا. اليوم الاستراتيجية بتركز الحقيقة على عدة محاور، ركزت على كثير من الأمور، يعني هي بتستهدف المستثمر الأجنبي المحلي، القطاعات، يعني توغلت في كثير من الأمور اللي بالفعل هتعالج المعوقات الموجودة في البيئة الاستثمارية. واستحوذت المشاريع المشتركة مع الشركات السعودية على الحصة الأكبر من التراخيص في الربع الثاني من هذا العام، وحصلت على 46% من مجمل التراخيص الجديدة. كل هذا يؤكد على جاذبية السوق السعودية، لا سيما مع خطط الاستثمار التي أطلقت مؤخرا، وعلى رأسها استراتيجية الاستثمار الجديدة. استثمر الأجنبي وجذب الاستثمار الأجنبي، لإضافة منها لنقل سلاسل الإمداد، جلب سلاسل جديدة، جلب صناعات جديدة للمملكة العربية السعودية. هذه هي المبادرات اللي بتقوم في الشهور القادمة، وبسنعمل مع جهات أخرى في المملكة حاضنة لهذه الجهود، وتطلق من قبل تلك الجهات. حيكون دورنا فيها بعضها قيادي، لكن بعضها دورنا ممكن لبعض الجهود، سواء كانت في الطاقة، في الاتصالات، في الصناعة. إذن توسع في مختلف المجالات الاستثمارية تشهدها المملكة، سواء في المشاريع العملاقة أو في برامج الإنفاق مثل برنامج شريك، وهو ما يشكل عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية الجديدة في السعودية. مرحبا بكم. نتحدث عن موضوع الاقتصاد السعودي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي حقق نموا تقريبا يفوق مستويات أكثر من 8 سنوات في المملكة منذ 2012، حيث حقق الاقتصاد السعودي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بما يقارب 6.8% في الربع الثالث 2021، وأيضا تزامن مع إعلان ميزانية الدولة بتحقيق فائض لأول مرة من 2019 بما يقارب 6 مليار. في هذا الموضوع استضيف الأستاذ محمد بن طلال العرب، وهو رئيس التنفيذي لمجموعة السليمانية للاستثمار. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا ومرحبا، حياك الله أستاذ راشد. حياك الله. طيب خلينا يعني ناخذ هالعناوين. الاقتصاد السعودي يحقق نمو لم يحققه تقريبا من 2012 بنسبة 6.8% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. الميزانية حققت لأول مرة فائض بتقريبا يعني تقريبا 6 مليار في الربع الثالث لأول مرة من 2019. وش تعطيك هالأرقام؟
أولا أظن يعني أظننا الآن بدأنا نلاحظ ونلحظ التغير في هيكلة الاقتصاد بشكل عام في السعودية. اليوم بدأنا نشوف كيف أن الاقتصاد السعودي بدأ يتعافى تماما من أثار أزمة كورونا. اليوم أيضا نلاحظ أن الاقتصاد السعودي بدأ يستوعب الخطط الطموحة الواعدة التي رصدتها لها الحكومة ممثلة في رؤية 2030 والبرامج اللاحقة فيها. اليوم حنا نتكلم عن أحلام الحكومة السعودية الآن والقطاع الاقتصادي السعودي، هو الآن يسير نحو الأحلام. عندك محفز كبير بقيمة 27 تريليون ريال سعودي سيتم ضخه من اليوم إلى 2030. حركة الاقتصاد تراها تسبق الأرقام. أنت يوم تقول أنك بتصرف 27 تريليون ريال من اليوم ل 2030، هذا يخلي الشركات تبدا تتحرك بشكل اكبر، تبدا توظف بشكل اكبر، تبدا تنفق بشكل اكبر. اليوم عندنا نمو هائل جدا غير مسبوق في القطاع السكني. الثقه بالنمو هذه واحد، هذه نقطه مره مهمه، الثقه بالنمو. الامر الثاني يعني بعد اساس لا نكون يعني بعيدين بشكل كبير عن الواقع، ان الارتفاع الرهيب والمميز اللي نشهده في اسعار النفط اللي تمثل جزء لا يستهان صراحة من الناتج المحلي السعودي، انعكس طبعا على أرقامنا. أيضا يعني في نقطة مهمة لابد أيضا أن نؤمن فيها، أنه اليوم صار فيه فلوس كثيرة تدخل علينا من الخارج. اليوم صار فيه تدفقات قاعدة تجينا من خلال بعض البرامج السياحية الموجودة عندنا، من خلال نشاط هي العامة للترفيه، ومن خلال أيضا تموضع المملكة اليوم كمركز اقتصادي في المنطقة. هذا مكان اليوم ما أشوف أن فيه منطقة أو مدينة أخرى مثل الرياض في المينا، في منطقة الشمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ما في مدينة مثل الرياض قادرة على استقطاب الشركات، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال. وجود الفرص وأيضا انتعاش السوق مرة أخرى. اليوم نشوف بعض الشركات الكبرى اللي وقفت، خلينا نقول فرملت شوي يوم شافت اقتصاد يعني ما هو ثابت بشكل كبير، فبدل اليوم الفطيم أعلنوا أنهم بدأوا في السوق ضخم عندهم بقيمة تتجاوز 4 مليار ريال سعودي. أيضا اليوم نشوف شركة المباني الكويتية، تحالف الشائع والفوزان وغيرهم من الشركات بدأوا في مشروع الرياضة فنيوز والخبر فنيوز. أنا أقصد هذا كقطع للنظر في القطاع التجاري وغيرها الكثير. اليوم تشوف كثير من الأبراج اللي كانت واقفة في الرياض بدأت تتحرك مرة أخرى على مستوى المملكة كلها، لا نحصر بعد بس في الرياض. وين قوة الاقتصاد في المحافظة على استدامة النمو؟ وين القوة اللي تأتي علشان يعرف المستثمر أو حتى المشاهد سواء داخل المملكة أو خارجها، وين قوة الدفع والاستدامة في النمو الاقتصادي في المملكة؟ ميزة الاقتصاد في المملكة أنه الآن قاعد يعالج من الأعلى. اليوم عندك القيادة الشابة والحكومة نفسها تبغى قدام، تبغى طموح ما له حد. اليوم أنت عندك صندوق ضخم جدا اسمه صندوق استثمارات العام السعودي، يقول أنا الآن موجود لدعم أي منطقة تحتاج إلى دعم، والآن أنا سأضخ داخل السعودية. أنت الآن عندك لاعب كبير جدا يساهم في البلد بشكل عام من خلال ضخ ليس فقط الأموال، وإنما نتكلم أيضا ضخ الخبرات، إنشاء شركات. اليوم شاف النمو في الإسكان، اليوم شاف النمو في الإسكان إنشاء روشن، اليوم شاف النمو في قطاع السياحة، صار عندك أمالة، صار عندك البحر الأحمر، صار عندك نيوم والقدية وغيرها من المشاريع الكبيرة. أنا أتكلم هذه تخليك تشعر أنه الآن فيه اقتصاد ضخم قاعد ينشأ اليوم. فاليوم هو الكلام على استدامة، هو الكلام اليوم المستثمرين يبدأوا يفكرون أنه نبغى نكون جزء من الصورة. ما نبغى الحين النمو بالقطاع الغير نفطي في الربع الثالث حسب النشر، الأنشطة الغير نفطية النمو 6.2%، يعني هذا، والأنشطة الحكومية نمو 2.7%. يعني لاحظ أنه حجم النمو ليس هو عشان ما يربط بموضوع النفط، أنه حتى النمو في القطاع غير النفطي يعتبر 6.8 يعتبر عالي. صح. أنا خلني بقولك على حاجة، أنت يمكن لو تلاحظ النمو اللي صار في القطاع غير النفطي بمقارنة بالربع الثالث لعام 2021 للربع الثالث بعام 2020 تجد نمو كبير جدا، نمو يمكن ما تم تحقيقه من عام 2012. فاليوم يعني حتى صار فيه ضخ لوظائف جديدة. اليوم حتى المستثمرين صار عنده قدرة أكبر أنه يستثمر. في نقطة ثانية مهمة بعد ما يحتاج ما ننساها، اليوم انخفاض معدلات الفائدة
ساهم في رفع وزيادة شهية الإقراض لدى البنوك، وبالتالي إحنا أنت كمستثمر صرت تتحمس أنك تتوسع أكثر لأن الأصول صارت حجم الإقراض بالربع يعني تقريبا أعتقد في نهاية أكتوبر وصل إلى 1.97 تريليون للقطاع الخاص. وانت انظر قارنها بالسايبر، لان السايبر معدل الاقراض بين البنوك الان يصل الى قريب الواحد، اقل من 1%. هذا الدليل ان الكاش رخيص، فاليوم اذا لم تستثمر وتاخذ هذا الكاش من البنوك فانت الان تضيع فرصه. فهذا دفع المستثمرين انهم يتحركون اكبر، دفع القطاع الخاص انه يتنفس مره اخرى، مو بيتنفس يبدا يقفز، يعني يحاول ان يسابق الزمن حتى يكون جزء من هذه التنميه الكبيره في البلد. طيب كيف نحافظ على استدامه هذا الشيء؟ بمعنى انه هذا النمو المحفزات الايجابيه اللي نشوفها الان تعتبر طبعا قويه وحققت قفزه كبيره في نمو الناتج المحلي الاجمالي. الاستدامه هذه كيف تستمر؟ طيب خلينا نتكلم على بعض العوامل المهمه. اول عامل مهم وأشوف أن الحكومة السعودية سوت فيه شغل مميز جدا من 4 أو 5 سنوات سابقة، اللي هو تحسين البيئة التشريعية للشركات وللقطاع الاستثماري بشكل عام حتى نجد راحة. يوم شوف القانون يخدمني وشوف القانون ممتاز وفي صفي ويساهم في أني أعرف أخذ حقي وأعرف أتحرك بشكل كبير، هذه نقطة مرة مهمة. النقطة الثانية وجود آلية سهلة لإنشاء الشركات ووجود مخارج صحية للتخرج من الشركات أو لا سمح الله لتعثر الشركات. اليوم صار عندنا نظام الإفلاس، نظام مميز جدا يعالج الشركات، يساعدها مرة ثانية أنها تقوم أو يصفيها بشكل كامل. كذا احنا رجعنا طبيعيين. نعم، وحركة الاستحواذات الكبيرة اليوم عندك أكثر من 7 أو 8 صناديق ضخمة تحت الحكومة فقط ترتكز على الاستحواذات، مثل صندوق جدة، مثل صندوق الشركة السعودية للاستثمار الجديد وغيرها من الصناديق. اليوم عندك صناديق أخرى ثانية بدأت تنشأ من تحت الشركات الأي بيزا وشركات إدارة الأصول المصرحة من هيئة سوق المال، وهذه تعمل على الكثير من الاندماجات والاستحواذات في السوق، وهذا يعزز الاقتصاد، هذا يساهم في جعلنا أكبر. اليوم عندك اندماجات على أعلى مستوى، البنوك اليوم تدمج في السعودية، احنا من زمان ما قد سمعنا عن بنكين يدمجون، اليوم في غضون أقل من 3 سنوات في عندنا 4-6 بنوك في السعودية اندمجت إلى 3 بنوك. أنا أشعر أن هذه بيئة صحية. يعني هذه بيئة صحية للاقتصاد. إن شاء الله في محفزات واستدامة هذا النمو في الناتج المحلي أن يكون أعلى من هذه المستويات حتى تكون مستمرة. أنا أشوف أنه 2030 نحن سنكون في سنحقق أرقام لم نحلم فيها أبدا وأكثر من طموحنا. شكرا لك أستاذ محمد بن طلال العرب على هذا الحوار عن موضوع الاقتصاد السعودي والناتج المحلي الذي حقق أعلى نمو منذ عام 2012. برنامج برعاية الخبير المالية. هذا البرنامج برعاية الخبير المالية. مرحبا بكم من جديد. في موضوع الشركات العائلية وما يتخللها من موضوع الاستدامة والاستمرارية لها، أستضيف في هذه الحلقة الدكتور رياض الشعيل وهو مستشار في إدارة الشركات العائلية والاستدامة. مرحبا فيك دكتور رياض. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ راشد، تشرفت بك والمشاهدين الكرام. دكتور، احنا يمكن تكلمنا قبل ما نبدأ بالتسجيل عن المحاور، موضوع كبير مرة ويحتاج تفاصيل كثير، لكن احنا بنحاول يعني نركز على أبرز النقاط الخاصة بالشركات العائلية. أول شيء، الشركات العائلية الآن تغير شيء؟ نفس النمط، الجيل الثالث تندثر والجيل الثاني هو اللي يكمل مع المؤسسين، ما في شيء تغير؟ في شيء في تحولات مهمة صارت أو شيء، تنظيمات، تشريعات؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكرك أستاذ راشد على طرحك الموضوع المهم هذا، وفرصة مناسبة أن نلتقي مع المشاهدين اللي يمثلون قطاع المال والأعمال حقيقة في البلد فيما يخص الشركات العائلية. السؤال هذا أنا أعتبره سؤال حساس جدا. هل تغير شيء؟ هل الشركات العائلية تغيرت أنماطها؟ هل لا زالت تعاني الجيل الأول ثم الجيل الثاني يبدأ الانحدار ثم الجيل الثالث تندثر مع الجيل الرابع لا يبقى منها؟
دعني أقول للأسف، بقدم كلمة للأسف، لا زالت هذه نسبة عالمية وليست المشكلة موجودة في المملكة العربية السعودية، هي مشكلة عالمية لا زالت، وقضية ونزاعات الشركات العائلية نزاعات مستمرة، إن كانت في الدول كما يقال متقدمة أو دول لا زالت، يعني احنا من الدول الحمد لله اللي على في الجي 20، ولكن هذا هاجس الباحثين على مستوى العالم. في نقطة مهمة جدا تثار على الشركات العائلية، أن بحث الشركات العائلية والنظر فيها ومحاولة إعادة النظر فيها ترى ما بدأ تقريبا 40 سنة على مستوى العالم، ترى ما هو يعني ما هو علم قديم، وهي حقيقة تستمد قواها وما يتعلق فيها من واقع العمل العائلي وواقع العمل أو البزنس العائلي أو إدارة الأعمال العائلية الموجودة في السوق. لذا التحول دائما يقولون في البحوث فيما يخص المال والأعمال أن الجيل يأخذ قرابة 24 سنة، النسبة في 24 سنة نتكلم على الجيل الثالث، يعني بعد 75-76 سنة. اليوم في عندنا شركات لا زالت لها 600 سنة موجودة، وفي شركات اندثرت من أول 20 سنة عائلية. نعم موجود، موجود شركات عائلية لها 600 سنة. كيف استمرت هذه؟ استمرت جيل عن جيل. هذه موجودة، أذكر أحد الأمثلة مثلا شركة يابانية، قضية ثقافية بحتة ترتبط بالعالم. وهذا سؤالك كيف استمرت يقودنا إلى نقطة مهمة جدا في تعريف الشركات العائلية. ميثاق داخلي أكثر، هو ميثاق تطبيقي أكثر من ميثاق مكتوب، ونحن نتعرض القضية هذه. خليني أقول لك على الشركات العائلية نقطة مهمة جدا قد تغيب عن البعض، قد تغيب، ألا وهي أن الشركة العائلية هو كائن جديد يختلف عن كائن العائلة وكائن العمل التجاري. يعني مثل رجل وامرأة تزوجوا وجابوا طفل، الطفل هذا يأخذ من الأب والأم لكن ليس هم. الشركة العائلية هو مسمى قائم بذاته. لذا الشركات العائلية لها لا زال إلى الآن أكثر من 100 تعريف ومستمر، ولا يوجد إلى الآن. خلّم التعريف، التعريف ذي مثل لا لا علمية. لا أنا أكلمك ليش أقولك ما وصلوا إلى شيء ثابت، لأن الشركة العائلية تأخذ من جينات العائلة ومن جينات البزنس. طيب أبرز الصراعات اللي تصير في الشركات العائلية، يعني وين الكونفليكتد اللي يصير دائما بالشركات العائلية، النقط التصادم اللي تعيق استمراريتها؟ ممتاز. أنا خلي أقول لك، خلينا نتكلم عن فيه صراعات يسمونها الهيدن تحت الطاولة، والصراعات المشهورة دائما إذا يتحدثون عن الصراعات في الشركات العائلية يتكلمون عن الحصص، نسب الأرباح، التوزيعات، الإدارة، ولكن ليست هذه كل المشاكل. في مشاكل اجتماعية. ليش أقول لك أن جينات الشركة العائلية مختلفة؟ قد يكون بعض الأحيان نزاعات على اتخاذ القرار. من متخذ القرار؟ أنا ولا أخوي؟ أنا بستمر مع العمل في الوالد ولا مع الوالد في الشركة ولا لا؟ واحد يقول لك والله أبوي بيستمر هو مدير الشركة لمدة 40 سنة، مستقبل الوظيفي ما هو واضح، أبضل أنا في نائب المدير أو ما قد ما أجد فرصة. عندنا إشكاليات اجتماعية وعائلية حقيقة تكون هي اللي تحت السطح ويطفو الخلاف العالي. نعرف شركات غنية جدا والملاك لو تأخذ تطلب منه 50 مليون يطلبها من أخوه عطاهية، ولكن يتنازعون على قضية مليون، والقضية ميب في المليون القضية. إذن الصراعات في الشركات العائلية نفسية اجتماعية اقتصادية لها أبعاد مختلفة. لذا أعتقد أن الشركات العائلية تحتاج اليوم أن تقف أمام نفسها وترى أين الإشكاليات وما هي. طيب الحين الشركات العائلية كبير وصغير، كرؤوس أموال وأحجام، ولا كلها تستطيع الإدراج أو يعني تدرج في سوق نمو. نتكلم عن مكان سوق نمو وسوق الرئيسي. صحيح. طيب اللي ما تدرج وبنتكلم عنها الآن، اللي تدرج ولها قدرة ولها إمكانيات ممكن تدرج بخليها شوي، اللي ما عنده القدرة، طيب لرأس مال صغير وهم شركة عائلية سواء ورشة سواء مصنع صغير منفذ بيع توزيع أو شيء، هذا لوش حلهم؟ أو ما يبغى الإدراج يمكن، أو ما يبغى الإدراج. حنا في ترى اقتصاد منافسة كاملة، الدولة هنا دولة من الدول المتقدمة اليوم في الجي 20، المنافسة الكاملة هي المطروحة. جميل ولا لا؟ خلنا نقول حتى لو قلنا الحكومة أو الجهات الممثلة الحكومة فيما يخص التنظيمات هي لا تستطيع في الأخير دفع الناس بالقوة، لأن سوق منافسة كاملة. لكن السؤال المهم، على من تقع المسؤولية؟ وكأني أفهم من سؤالك كذا صحيح، على من تقع المسؤولية؟ تقع المسؤولية على المؤسسين، على ملاك الشركة العائلية، إن كان المؤسس الفردي اللي بدأ أولا كان أب أو أخ كبير، ثم الجيل اللي يدخل معاه إن كان الأخوة. أنا أقصد طال عمرك اللي مثل رأس ماله 500 ألف، رأس ماله مليون، مليونين، هذا يعني شركات صغيرة، يعني صغار هذولا شو يسوون؟ هذا يسوي سلامك الله، هذا أعتقد أنه حله ترى ما هو بصعب، وهم ترى عدد ضخم. هو عدد ضخم، خلينا نقول ترى كل ما كانت الأموال أقل
وكل ما كان الحجم أصغر كل قضية الحوكمة كانت أسهل ترى. يعني الآن مثلا النظام الجديد للشركات مثلا شركة الشخص الواحد ترى حلت كثير من الأزمات بالنسبة لهم. قضية المحاصصة فيما بينهم 500 والمليون والمليونين لا زالت ترى تحت السيطرة. حين نتكلم يعني هذه يندرجون تحت باب ريادة الأعمال جميل ولا لا؟ واليوم حوكمتهم ليست صعبة، وبما أنهم ما بعد توسعوا ما خرجوا في فروع كثيرة، ما تحولوا إلى الإقليمي إلى المحلي في المملكة إلى دولي، يقول لازم بالاستطاعة أنهم عندهم هذول يحتاجون إلى ضبط ممارساتهم التجارية، العمل على تنمية تجارتهم بطريقة منضبطة، ويستطيعون يستفيدون من الحوكمة اللي الآن اللي موجودة. بالعكس هذا يؤسس ترى هذا أنه يبدأ أسهل من أنه يرمم. طيب أنا إشكاليتي مع الكبار. طيب نجينا الكبار، أنا سؤالي عن الكبار. الحين الكبار هذولا مثلا عندهم بعضهم ما شاء الله شركات يمكن أكبر من شركات مدرجة صحيح بمرات المرات صحيح. زين صحيح. ولا زالوا مستمرين والله يزيدهم. لكن السؤال هنا إلى متى؟ هذا السؤال، هذا سؤالك أبو فوزان، هذا سؤال التحدي أسميه. إلى متى؟ إلى أن يستوعب أنه يجب أن يتحول. طب تقول لي وش هالمفهوم اللي انت تقوله؟ عندنا وانا اخوك ثلاثة قضايا رئيسية. يعني بيجيك واحد منهم ما نبي، شو تقول له؟ هي هذا شفت هذه المشكلة، هذه المشكلة لازم نطرحها. قضية الوعي اللي يخرج منه السلوك والمهارة، هذه ثلاث قضايا رئيسية. إذا كان السي او أو مدير الشركة العائلية أو المؤسس الكيان الضخم ما عنده الوعي بأهمية ضبط وحوكمة والتحول لا عنده وعي، عنده وعي وعنده فهم بحكم ان تجارته تكبر وتنمو، هذا مو عقلية بسيطة. والدليل انه بعض الشركات الكبرى وانا حاورت في بعضهم عندهم ميثاق داخلي صحيح، بس الى اي مدى يطبق؟ هذا سؤال كبير ترى. ليش اقول لك الوعي؟ الوعي وانا اخوك دائما الوعي ليست قضية الوعي فيما نتصور، الوعي بالتطبيق الا ادراج. لا في حل. ايش هو؟ لانه ما تقدر دقيقة سام في دقيقة لا في حل، انه طال عمرك يتحول الوعي إلى سلوك ويحوكم حوكمة حقيقية وتأخذ تدرج. الشركات العالية تحدياتها اليوم ليست تحديات اقتصادية فقط، تحدياتها تحديات سلمك الله فكر واجتماع، يعني يعيد تهيئة الجيل بالكامل أن يكون هناك تعاقب، يكون هناك صناعة خطة للتوريث. واللي ما عنده جيل هو يحرمته بس تسوي به؟ يستأجر له جيل، يجيب ناس من برا من السوق يا أخي. وشو الإدراج؟ هو الإدراج يا أبو فوزان على أساس يستطيع يستفيد بالخبرات اللي موجودة في السوق يديرون له. وأنا أخوك ما في إشكالية، زي ما يستأجر خدمات المهندس وخدمات الطبيب يستأجر خدمات مدير متخصص يدير له الشركة هذه وينميها. وش المشكلة؟ نظام حوكمة. نظام حوكمة. لا دكتور رياض ودي يطول الحوار لكن انتهى الوقت. شكرا لك. شكرا لك جزيلا، ما قصرت. أشكرك جدا وأشكر القناة. تمكين المرأة من المستهدفات التي وضعتها رؤية السعودية 2030 والهدف زيادة مشاركتها في سوق العمل. ومن هذا المنطلق تسارعت الخطى نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات من 15 سنة فما فوق 33.5% بنهاية 2020. المملكة حقيقة توسعت بتمكين المرأة اليوم خلال السنوات السبع الماضية وتعزيز مكانتها بالمجتمع، وطبعا تمت معالجة أغلب التحديات اللي تواجه المرأة وتمكين المرأة في المجتمع. اليوم نحن نشوف المرأة أصبحت تمثل ثلث الأيدي العاملة بالمملكة، وهذا بالتأكيد طبعا يدعم خطط التنمية ورؤية 2030. المرأة ممكنة اليوم ودورها فقط إثبات جهودها ودورها في هذا التمكين. وتضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي من 17% إلى نحو 32%، متجاوزة بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030 للوصول إلى نسبة 30%. كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 30% بالقطاعين العام والخاص خلال العام الماضي 2020. المرأة الحين حاليا مو مثل السابق، أصبح لها مناصب قيادية كثيرة، تشغل في جهات حكومية وفي القطاعات الخاصة، أصبح لها تأثير قوي. أكيد هذا يرجع للدعم الحكومي والتشريعات، هم اللي وصلونا لهذه المرحلة حاليا، صاروا يمسكون مناصب قوية CEO دايركتور ما كنا نشوفها في السابق. كل هذا يعكس واقعا جديدا تعيشه المرأة السعودية، ودور أكبر لها في المجتمع والاقتصاد بما يعزز دورها
ويفعل مشاركتها لتكون عنصرا داعما لتنمية اقتصاد المملكة مع الرجل. وصلنا إلى نهاية الحلقة من حديث المملكة، معي أنا راشد الفوزان، والمزيد للمتابعة من خلال موقع المحطة CNBC عربية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر وإنستغرام وفيسبوك. مع السلامة. البرنامج برعاية الخبير المالية.